Mas em que fã da Balmuja. حاجة من وراء يرسل نلقى روحي تحت السقف ديما دولت تاني نعرفها نلقى ودنا تاع العادة نلقى صد سبورة قد ايه عندها؟ صد سبورة جماعتيين هكاك قبل الشارع زدت 3 سوانس ولا 4 سوانس زيرهم انا ديبيتون زدت قدام برشا قاعدين في القهوة هذيك شو مزيفة يا أخي الحزين؟ شو خرجوه بالسيف؟ أنا تحت الدم خرجوه دايور هما يقربوني يعني من أخويا والأخير ولد خالي الكاز أنا اللي ريته واللي نعرفه غادي دوبي لونتون احنا نسكنوا غادي ونقعد في القهوة هذيك قهوة قديمة ياسر بلاص قديمة ياسر من عهد فرنسا معناها أبار ساعة عاملين في اونتروتيان معناها قبل في القهوة وقصوا الحيط هذاك اللي تاع داير ديكوبي هو جاو فما سيباراسيون معمولة في القهوة قصوا كاريمون في مالا ديسك اللي عنده يمكن 5-6 سنين تالي فهمتني مقصوص ما قعدش فيه حتى سوبور باش يشدوا من الوطا دونك بلاش حتى سوبور قاعد الحيط هذاك زيد على هذا فما شكون جاي كريم من عنده الملك جاي كريم من عنده سادو سبور سادو سبور في الايطا هذيك نتاع بني عمرها 100 سنة دونك سادون هذا في الاخر الكل فما شوية موفمون وليش صار تخدم فما موفمون بنية في الايطا هذيك مع حيط مخصوص ديكوبي كيما هذاك بيان سور ولات هذيك النتيجة وأمني يلطف ربي لو كان ما كانش القاف عكس دايور معناها هي احنا راهو الحومة هذيك كل عائلات فين كنا نقول 5 عائلات قش بريضية كلها ناس مولودة مع بعضها وكذا دونك صدقني في من العائلة نتاعي أنا فما يمكن 18 واحد هذيك من العائلة نتاع كمال زاد مسكين كيف يلطف بيه ربي جبدناه معناها بالحق معناها جبدناه يمكن 8 رجال واحد يجبوا فيهم تحت انا اتمنى بيان سور انا اتمنى حاجه بركه بالحق المهم يقولوا كل حق وراه طالب انا والله حاجه بركه لا عينينا في الفلوس لا عينينا في التعويضه لا عينينا في حد شيء حاجه بركه باش هذا ما يتعودش نهار اخر على ناس خلين تو سامبلومون هذا خلي على قليله كل واحد مقصر في حاجه يتحمل مسؤوليته الليله تنجم تصير كوارث احنا عائلات كبيره غالي فروخ صغار معناها تعرف معناها شباب معناها ني با كونسيون ناس موجوعه معناها واحد عندي ولد هذا ولد خويا معناها عنده لو سول هو اللي لو سول خليل عمره 18 سنه اللي لو سول معناها امني بول توا يتكلم امني لا لا ميقاش امني بول يتكلم توا معناها انا اكثر من هذا انا نخاف لو كان الحاكم نتاعنا يتقاعس شويه تزيد تشعل الناس وتولي كارثه غادي يزور العمر نتاعهم واحد 37 عنده زوز بلاد صغار مساكن خلاهم معناها صدقني عمرهم 3 سنين ولا عامين معناها رمزي معناها رمزي اللي لو بلو سيرفياب معناها محلاه الحومة كل يقضي لهم معناها مش نشكر فيه خاطر يقرب لي انا نحكي لكم بالحق معناها خليل كيف كيف خليل وليد معناها مينور راجل مازال ما عملش يمكن الجمعة الجاية عمل 18 عام معناها امنوني معناها الابوه شوف في هو في ربي معناها يلو لو سول عنده حتى ما عادش يجيب صغار هي الام قالوا ما عادش يجيب صغار معناتها امنوني كارثه كارثه جو دي با سا انه باش انا نحبوا هذا شنو هو ما نحبوا حتى تعويضات جوست حاجه بركه بالله اذا كان فما الدوله هذايا وانا نشك راهو الحقيقه معناها بربي خليه ياخذوا له حقوقهم ما كان الناس هذوك اكاو اكاو سامبلومون لا فلوس لا حشنا لا بفلوس لا بتعويضات احنا ناس كرامتنا قبل دنياكم بركة اللي يتقاعس شوية واللي ما صلحش واللي ما عملش اونتروتيان دون ليغال فهمتني دون لونور دولار يا خويا يتحمل مسؤوليته وكاو كمال بشيخ ناظر العام مركز الاصابات الحروق البليغة بناروس جانا بلاغ من الحماية المدنية ابروبو حادث في مقهى الاسقاف بتاعه تاعها للموجودين الداخل فما دو ديسي فما زوز حالات وفاة آنية معنا في الوقت
وفما دو كا بعثوهالنا لهنا. واحد منهم ليتا دو كونسيونس لي با سي ستابل باش يبقى بور اوبسيرفاسيون دو 24 اور وبعدين بروبابلمون يروح اللي كان اوكي. والثاني جوست عنده كسر في يده اليمين باش عملوا له واتير عمل تويكا كو تصاور اون برانسيب لي سورتون معناها حالة الوعي بتاعو معناها تمشي وتجي اما جينيرالمون ماهيش كاتاستروفيك. الإصابة نتاعو على مستوى شنو معناها؟ هي على مستوى الرقبة نتاعو سبونسلا هي معناها عملوا ارتجاج شوية في المخ باش تخلوه احنا وقت تكون كونسيون بكدا بكدا ينجم يروح هو في 35 والثاني في 40